السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ وياكم محمد. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد، واليوم راح نلعب بالسيزن الاوجي من فورتنايت يا شباب، وانا كلش متحمس اجرب اوجي فورتنايت. هذا السيزن راح يكون جدا سيزن اسطوري، وحاليا المود تو نازل او مو تو، يعني صار له 40 دقيقة وباعوا عدد الواعي مش قد. فيا شباب جدا متحمس، وريت انواع فيديوهات تريدون ننزل اكثر عن او جي وتشابتر 6، لا تنسوا تضغطون لايك، واذا كنت شيء على القناه واول مره تشوف قناتي لا تنسوا تشترك بالقناه وتفعل الجرس. وبسم الله ندخل الجيم، طبعا ندخل بيلد، ما راح استسلم على رغم انه اني لعبت ضد مارجن يا شباب، صورت فيديوين ومرينا شيء برده في التصوير، لكن نت انا مع وعلى اس ام جي. اوه با شباب سمعوا صوت الاوي، وهذا الرقم حتى تنفس نفس الاو جي بالضبط، وباشكل اس ام جي هم نفس الشيء، كل شيء او جي. اوووو والارقام شلون تتكسر، والله ساتسفاينج، وصوته من نفس الشيء، يعني صوت قديم. اوكي يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم ندخل، او بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اول جيم او جي فورتنايت. وبسم الله راح ننزل يا شباب ب وين ننزل؟ خلينا ننزل بريتيلر يا شباب. شباب تدرون ايش راح اسوي؟ والله اني اشوف يا شباب لو يعني مارتن انزل هنا يعني الله، يعني لا حبيبي شكرا، يعني شكرا حبيبي. شنو هذا؟ لا 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 شباب شنو يقول؟ يا الله اوكي بطلت. اوكي يا شباب ماني زربت بوضعي، يقول لك اوكي اكو شد جن حلو. شباب انا زربت بنفسي، زربت انا بنفسي، اسلم زربت بنفسي. اوكي ايه بعد ذاك شوف 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 كل يوم اخلطك. تعال تعال ليتس جو شباب، هذه اللعبة لكم، اول كيل ليتس جو، جيف مي مين اسكو شباب. طبعا رجع الدبل بام، فنحاول ان شاء الله نطبق الاستراتيجية مالته. اوكي شباب بسم الله، اول كيل هذا اللعب شباب. قررت قرار نهائي اللي هو اني حشرب الشيلد، لانه ما ادري القمنيس اقدر ادور بعد، لكن اتوقع يعني حوقف تدوير. ما طلع لنا بوم ثاني، ليتس جو. ما بعرف شباب ايش اقدر اسوي. ايه هذا اللعب والله الدبل مام شباب راح يكون مميت بال زيرو بوم. سيلينج زابر اوكي، يعني اقدر لحظه واي اوه. اوكي شباب تقول نفوت، يلا نفوت بسم الله. اسمع الدبل بوم والله صاير عركه. تعال 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 وين ذاك؟ ليتس جو. اوكي شباب راح يجي صعبه، راح يجي صعبه. شنو هذا؟ اوكي شباب ليتس جو، ارقم حبيبي الدرد يا جلاد. اوكي شباب عندنا سنايبر، تدرون شباب حستعمل السنايبر وحعوف الدبل بوم حاليا. ادري شباب او بي، لكن حستعمل السنايبر، والله سنايبر كلش بي. ليتس جو شباب، ثلاث كلات. اوكي اوكي بقى 14 واحد بالجيم، والله ما شفت. تعبر؟ والله تعبر، والله تعبر شباب. تقدر تحصل اليف؟ اوه ماي جاد، والله تقدر تجيب اليف. لا رد تجيب يا شباب، ننتيم ننتيم. وانا ما تيم وياك يعني بس يعني اهم شيء سويت لي. شلون ما جت تبي؟ اي شنو ما تجي؟ قاعد يتعاركون الشباب. قاعد يتعاركون لو شنو ايش يصير؟ اوكي اوكي. ايه وقعوا وات. اوكي شباب احس حيقتلني بالاخير.
طلع راسك، طلع راسك، هذا معرق خرب. يا شباب او ماي جاد شباب لا او ماي جاد شباب قتلناه ليتس جو بس اكو واحد ضربني اوكي قتلناه قتلناه حلو 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 بس اكو واحد ضربني يا شباب وهاي مشكله انا ادري وين والله اجي والله اجي والله اجي شباب اجي ما تخلص شباب شباب خشب يخلص اوكي جبتي والله وضعنا مزري شباب وضعنا كلش مزري يعني موارد راح تخلص كلش مزري وضعنا موارد راح تخلص وذول فوق هاي واحد جواي يا شباب حرامات والله حرامات يا اخي ارتكت له لو ما خلطني خلط هيجي اوكي يا شباب اللي هنا خلص الفيديو تحبوني تشوفوا عن الفيديوهات وتريدون ننزل اكثر لا تنسون تعطوني لايك واذا كنت شيء على القناه وهذه مره تشوف فيديوهاتنا لا تنسون تشترك بالقناه وتفعل جرس تفوتك فيديو وان شاء الله نقدم لكم محتوى بهذا السيزون واتحسن اكثر بان شاء الله راح اقدم محتوى افضل ونشوفكم على غير فيديو مع السلامه.